هيتم شرح منهج الكيمستري للصف الأول الثانوي على قناتنا قناة برايفت ماس ليسونز وإن شاء الله هنستخدم كتاب المعاصر بالإضافة لشرح منهج الماثماتيكس للصف الأول الثانوي من خلال كتاب المعاصر السلام عليكم إزايكم عاملين إيه يا رب تكونوا بخير معاكم إصفات فاطمة فتحي وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن ليسون 2 لتشابتر 2 في منهج البيولوجي للسينيورون قبل ما ابدأ درس النهاردة احب افكركم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الطلاب كمان بفكركم تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا أول بأول وكمان بفكركم تنضموا لجروب الواتساب الخاص بالصف الأول الثانوي عشان تقدروا توصلوا لشرح المناهج الموجودة على قناتنا بالنسبة لسكندري ل1 كمان سهولة التواصل والحصول على ملخصات البي دي اف لكل المناهج زي ما قلت ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن chapter 2 lesson 2 ولسه مكملين كلامنا عن البيولوجيكال ماكرو موليكيولز والنهاردة آخر ماكرو موليكيول هنتكلم عنه هو النيوكليك أسد النيوكليك أسد بيولوجيكال ماكرو يعني polymers بما إنه polymer يبقى ميد أب أوف ميني سمولر موليكيولز السمولر molecules دي اسمها إيه؟ اسمها مونيمرز إيه المونيمرز بتاعت النيوكليك أسد؟ نيوكليتايتس دي السمولر molecules اللي بيتكون منها البيولوجيكال ماكرو اللي هو النيوكليك اسيد اسمها نيوكليتايد مكونه من ايه النيوكليتايد دي كربون هيدروجين اكسجين ونيتروجين وفوسفورس احنا عارفين ان كل البيولوجيكال ماكرو مكونه من كربون وهيدروجين واكسجين جينا مثلا في الفوسفوليبيد زودنا الفوسفورس جينا مثلا في البروتين حطينا نيتروجين وفوسفورس لكن هنا بقى دول حاجات اساسيه اساسي لازم يكون موجود كربون هيدروجين اكسجين نيتروجين وفوسفورس النيتروجين والفوسفورس هنا اساسي موجودين في كل النيوكليك آسد طب ايه هو النيوكليك اسيد اصلا موجود فين موجود في انهي حته في جسمنا في الكروموزوم الكروموزوم مكونه من دي ان اي contains اى DNA ان DNA ده بقى هو اللي مكون من النيوكليوتايد يعني هو ده النيوكليك اسيد هو ده النيوكليك اسيد ودي النيوكليوتايد اللي هي تعتبر المونيمر بتاع النيوكليك اسيد او ال DNA طب احنا ليه ما قلناش بدل ما نقول نيوكليك اسيد ما قلناش DNA على طول هقول لك عشان احنا عندنا نوعين من النيوكليك اسيد عندنا الدي ان اي وار ان الاثنين نيوكليك اسيد بس ده اسمه دي ان ايه وده اسمه ار ان ايه وهعرف ايه الفرق ما بينهم دلوقتي يبقى نيوكليك اسيد ار ميد اب اوف building units which ار ذا nucleotides النيوكليك اسيد ده البوليمر ومكون من smaller molecules اللي هي المونيمرز او النيوكليتايدز اهي النيوكليتايد دي بايند together باي covalent بوند تو فورم بولي نيوكليتايدز كتيرة ماسكة في بعض بكوفيلانت بوند طب هي النيوكليتايد لما تمسك في بعضها كتير بتعمل ايه؟ بتعمل بوليمر البوليمر ده اسمه ايه؟ اسمه نيوكليك اسيد او بولي نيوكليتايد يعني البولي نيوكليتايد هو هو نيوكليك اسيد البولي نيوكليتايد هو النيوكليك اسيد والاتنين مكونين من ايه من نيوكليتايد او سمولر مولكيولز اسمها النيوكليتايدز which bind together by covalent bond يبقى انا هنا اتعرفت على بوليمر جديد اسمه النيوكليك اسيد قلنا ان هو مكون من سمولر مولكيولز اسمها النيوكليتايدز النيوكليتايدز دي consist of carbon هيدروجين اكسجين نيتروجين اند فوسفورس موجود فين النيوكليك اسيد موجود في الكروموزوم واللي جوه الكروموزوم ده اسمه دي ان اي وهنعرف ايه الفرق ما بين الدي ان اي والار ان اي يبقى الموليكولر ستراكشر بتاع النيوكليك اسيد هو ايه هو اليونتس اللي اسمها النيوكليتايدز النيوكليتايدز دي بتمسك في بعضها عن طريق كوفيلنت بوند يعمل لي حاجة اسمها بولي نيوكليتايد طب ما هو بولي نيوكليتايد يعني ايه؟ يعني نيوكليك أسد هو هو تعالوا بقى نتعرف على النيوكليتايد الواحدة ونعرف هي مكونة من ايه النيوكليتايد is the basic building unit of a nucleic acid تمام دي عارفينها and consists of three units which are يبقى دي النيوكليتايد مكونة من 3 units أول حاجة مولكيول of pentose sugar بنتوز يعني إيه؟ بنتوز يعني 5 carbon اتوم فاكرين لما قلنا داي تراي تترا بنتا بنتا ده يعني إيه؟ يعني number 5 5 carbon atoms عشان كده مسمينه بنتوز البنتوز ده بقى احنا عندنا منه نوعين في النيوكليك اسيد واحد دي أوكسي رايبوز دي أوكسي المقطع بتاع دي ده أو البرفكس ده لما بنحطه معناها إن إحنا بنشيل بنشيل أكسجين دي أوكسي رايبوز يعني رايبوز شلنا منه واحدة أكسجين دي أوكسي رايبوز شوجر وده اللي موجود في ال دي إن إيه دي أوكسي رايبوز شوجر دي أوكسي رايبوز شوجر هو ده اللي موجود في الدي ان اي ماله الشوجر ده ده بنتوز برضه ولكن هنشيل منه واحده اكسجين يعني البنتوز بيكون عامل ازاي فاكرين السي اتش 2 o الكل N إن. انا قلت بنتوز يعني السي دي عندها 5 كربون يبقى c 5 طيب يعني N هتبقى 5 الهيدروجين هيبقى كام هيبقى 10 2 ملتبلاي 5 والاكسجين برضه هتبقى 5. هنا بيقول لي دي اوكسي رايبوز يعني هنشيل واحده اكسجين من دول. معنى كده ان الدي اوكسي رايبوز هيبقى C5 H10 O4 مش 5 لا 4 ليه؟ عشان ده دي اوكسي رايبوز احنا شلنا منه واحده اكسجين. موجود فين الشوجر ده؟ موجود في الدي ان إي دي دي. دي اوكسي دي ان ايه النوع التاني من الريبوز اللي هو الريبوز بقى الريبوز العادي اللي هو c 5 H10O5 ده الريبوز ده بقى اللي موجود في الار ان ايه يبقى اسمه ريبوز ار ان إيه دي اوكسي ريبوز دي ان اي هو ده الفرق ما بين الدي ان ايه والار ان في فرق تاني هنعرفه قدام بس ده الفرق الاساسي عندنا كمان فوسفيت جروب يبقى اول حاجه البنتوز شوجر في الدي ان دي اوكسي رايبوز وفي الار ان اي رايبوز تاني حاجه الفوسفيت جروب ايه الفوسفيت جروب دي اهي Attacked with carbon atom number 5 of sugar molecule باي a covalent بوند دي فوسفيت جروب مرتبطه بالكربون number 5 في البنتوز شوجر مرتبطه بايه بكوفيلنت بوند دي في الدي ان وفي الار ان ايه في الاثنين تالت يونت من النيوكليوتايد حاجه اسمها النيتروجينيوس بيز بيز دي بقى بتكون مرتبطه بالكربون نمبر 1 برضو بكوفيلنت بوند هنا بقى الاختلاف الثاني ما بين الدي ان اي والار ان إيه النيتروجينيوس بيز دي ممكن تكون ادينين جوانين او سيتوزين ادينين جوانين سيتوزين لو عندنا سايمين السايمين بيكون موجود في الدي ان بس السايمين اللي هي النيتروجينس بيز السايمين دي ما تكون موجوده في الدي ان بس يبقى كل دول برضو موجودين في الار ان ايه الادينين والجوانين والسيتوزين بس السايمين مش موجوده في الار ان ايه مكانها في حاجه اسمها يوراسيل يبقى الدي ان عنده ادينين جوانين سيتوزين سايمين دي النيتروجينيوس بيزز اللي ممكن نشوفها في الدي ان طب الار ان عنده ادينين جوانين سيتوزين اند يوراسيل يبقى السايمين دي مش هشوفها غير في الدي ان واليوراسيل دي مش هشوفها غير في الار ان معنى كده ان احنا عندنا اربع انواع من الدي ان واربع انواع من الار ان اي ازاي اهو لو الدي ان اي في ادينين ادي نوع جوانين ادي التاني سيتوزين ادي التالت ثايمين ادي الرابع دول اربع انواع من الدي ان اي طب بالنسبه للار ان اي عندي ادينين ادي نوع جوانين سيتوزين يوراسيل دول كمان اربعه معنى كده ان احنا عندنا ايه type Of acid. أربعة عند إن DNA وأربعة عند إن عرفتوا ليه بقى بنقول إن الكربون والهيدروجين والأكسجين والفوسفورس والنيتروجين موجودين في أي نيوكليتايد أو أي نيوكليك أسيد لأن أهو الفوسفورس عشان عندي فوسفيت جروب والنيتروجين عشان عندي نيتروجينيوس بيز تاني يبقى النيوكليتايد مكون من 3 يونتس ايه هما؟ اول حاجة البنتوز في الDNA اسمه دي وفي Ribose وفي الRNA اسمه Ribose عندنا كمان Phosphate جروب Bind to Carbon نمبر 5 With a Covalent Bond عندنا Nitrogenous Base Bind to Carbon نمبر 1 With Covalent Bond عندنا انواع من Nitrogenous Base لو احنا بنتكلم على الDNA هنلاقي أدينين جوانين سيتوزين ثايمين طب لو انا بتكلم على RNA يبقى ادينين جوانين سيتوزين يوراسيل يبقى from the previous it is clear that a nucleic acid DNA differs from a nucleic acid RNA in type of pentose sugar and one of the nitrogenous bases أيوة ال DNA وال RNA مختلفين في إيه؟ أولاً في البنتوز sugar ال DNA عنده دي أوكسي رايبوز أما الار ان اي عنده رايبوز دول كمان مختلفين في النيتوجينيس بيزيس الدي ان اي عنده سايمين والار ان اي عنده اليوراسيل الحاجات اللي هقولها دي هتساعدنا في حل الأسئلة نقط كده هتساعدنا في حل الأسئلة بيقول النيوكليك أسد، فوسفو ليبيدز and كازين بروتين are similar in elements atoms that enter in their structure النيوكليك اسيد والفوسفوليبيد والكازين التلاتة دول شبه بعض في الاليمنتس اتوم اللي بتدخل في تركيبهم ليه عشان التلاتة عندهم كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين وفوسفورس النيوكليك اسيد عنده كل ده الفوسفوليبيدز عنده ده الكازين عنده ده عشان كده بنقول هما متشابهين في الاليمنتس اتومز اللي بتدخل في تكوين الموليكيول بتاعها بيقول لك المولكيولر ستراكشر اوف الدي اوكسي رايبوز شوجر انترنج الستراكشر اوف الدي ان اي هو ده C5H10O4 في اكسجين واحده هنا ناقصه عشان ده دي اوكسي رايبوز وايل بينما الموليكولر ستراكشر بتاع الرايبوز هيبقى ده اللي موجود في الار ان اي C5 H10O5 يبقى هنا في اكسجين ناقصه ماشي بيقول لك بقى the number of the common types of nucleotides between the DNA molecule and the RNA molecule is zero يعني ايه يعني النيوكليوتايد المتشابهة ما بين ال DNA وال RNA عددها زيرو ليه؟ لأن أصلاً الـ DNA والـ RNA مختلفين في الشوجر في البنتوز شوجر ده عنده دي أوكسي ريبوز وده عنده ريبوز يبقى عمرك ما هتلاقي نيوكليتايد موجودة في الـ DNA وموجودة في الـ RNA مش هتكون عامل مشترك ما بينهم أبدا لأن هم مختلفين في تركيب النيوكليتايد أساسا ده البنتوز نفسه مختلف يبقى عمرك ما هتلاقي كومون نيوكليتايد ما بين الـ DNA والRNA RNA مفيش زيرو as the sugar entering the structure of DNA nucleotide is different from the sugar entering the structure بتاع ال RNA nucleotide therefore no DNA nucleotide similar to RNA nucleotide عمرك ما هتلاقي DNA nucleotide شبه RNA nucleotide عشان كده عندنا كام تايب من nucleotides عندنا 8، أربعة عند ال DNA وأربعة عند ال RNA. معلومة كمان مهمة أوي نعرفها، إن في إن DNA موليكيول النيتروجينيوس bases بتبقى قصاد بعضها كده. يعني دي نيوكليوتايد ودي نيوكليوتايد ماشي؟ النيتروجينيوس bases بتبقى قصاد بعضها. دايما دايما هتلاقي الأدينين قصادها واحدة سايمين والجوانين قصادها واحدة سيتوزين دايما الأدينين بترتبط بواحدة سايمين والجوانين بيرتبط بواحدة سيتوزين معنى كده إن الـ number of adenine bases equal the number of ما كل أدينين ماسكة في إيدها واحدة سايمين يبقى أكيد الـ number of adenine equal the number of thymine كمان كل واحدة جوانين ماسكة في إيدها واحدة سيتوزين يبقى الـ number of جوانين bases equal الـ number of سيتوزين bases ده شكل الـ في الـ DNA وفي الـ RNA الاختلاف هو بص هنا في أكسجين ناقصة هنا الأكسجين موجودة هنا ناقصة ده دي أكسي ريبوز أو دي إن اما دي ار ان اي عشان فيها البنتوز شوغر كامل تعالوا معانا نحل السؤال ده test yourself سيلف بيقول لي تشوز ذا مديني هنا النيوكليوتيد ومكونه من 3 يونس اللي احنا اتكلمنا عنهم ده البنتوز شوغر ده الفوسفيد جروب ودي النيتروجينيوس بيز ومديني هنا في النيتروجينيوس بيز السايمين اللي هي موجوده فين في الدي ان اي تمام The opposite figure illustrates the building unit of a DNA nucleic acid. Which of the following structures cannot be found in the RNA molecule? هو مديني كل اليونتس اللي بتكون منها النيوكليوتيد. مين في دول عمرك ما هتشوفه في ان RNA؟ مبدئيا السايمين دي موجودة في ان DNA بس. يعني دي عمرك ما هتشوفها في ان RNA. بالنسبة للبنتوز شجر هنا ده دي اوكسي رايبوز اما الار ان اي في رايبوز يبقى دي عمرك ما هتشوفها في الار ان اي يبقى 2 و 3 دول مش موجودين غير في الدي ان اي بس يبقى 2 و 3 which of the following is similar to DNA in the presence of phosphorus element in the structure الـ ان اي بتاعته فيها phosphorus element مين في دول برضو عنده phosphorus elements الفوسفوليبيدز اه عنده فوسفورس الكازين اه عنده فوسفورس الجلايكوجين لا الجلايكوجين مفهوش يبقى ايه وسي مع بعض الفوسفوليبيد والكازين نمبر 2 what is the number of common nitrogenous bases that are found between the DNA وال RNA nucleic acid هو بيسأل على ايه هنا بيسأل عن nitrogenous bases الكومون اللي موجودة في الـ DNA وفي الـ RNA الاتنين موجود فيهم أدينين والاتنين موجودين فيهم سايتوزين والاتنين موجود فيهم جوانين يبقى عندي 3 نيتروجينيوس بيزز موجودين في الـ DNA وفي الـ RNA الله مش انت لسه يا ميس قايله ان مفيش كومون نيوكليوتايد ما بين الدي ان اي والار ان أيوة أنا قلت نيوكليتايد ما قلتش نيتروجينياس بيز في نيتروجينياس بيز كومون بين الدي ان اي والار لكن ما فيش كومون نيوكليتايد في كومون نيتروجينيوس بيز لكن ما كومون نيوكليتايد تمام تعالوا بقى نعمل كلاسيفيكيشن للنيوكليك اسيد النيوكليك اسيد في منه نوعين دي ان اي وار ان دي خسار لدي اوكسي رايبوز نيوكليك اسيد يعني نيوكليك اسيد دي معانا دي دي اوكسي رايبوز نيوكليك اسيد اما دي رايبوز نيوكليك اسيد الجدول ده احنا تقريبا قلنا اغلب الحاجات اللي فيه تعالى هنشوف ايه هي الديفرنسز بتوين الدي ان اي والار ان اي مبدئيا اول اختلاف ما بينهم التايب of pentose sugar في ال DNA عندنا دي اوكسي ريبوز شجر. يعني ايه دي أوكسي ريبوز؟ يعني lack of an oxygen atom than a ريبوز في أكسجين اتوم هنشيلها دي أوكسي ريبوز. اما في ال RNA الريبوز عادي موجود كامل يعني هنا هنلاقي الريبوز بتاعها C5H10O5 هنا بقى هتبقى C5H10O4 في أكسجينة ناقصة ماشي بالنسبة للنيتروجينيوس بيزس احنا قلنا ان الدي ان اي هنلاقي عنده ادينين جوانين سايمين سيتوزين اما الار ان اي برضه هنلاقي عنده ادينين وجوانين وسيتوزين بس ما فيش سايمين مكانها في حاجة اسمها اليوراسيل النمبر of strands في المولكيول المولكيول بتاع الدي ان اي بيبقى عامل كده two strands ادي واحد وادي التانى خيطين two strands اوف nucleotides سلسلتين من الـ nucleotides اما الار ان اي بيبقى سنجل ستراند ستراند واحد دول اتنين هنا واحد طيب الدي ان موجود فين الدي ان اي كاريد اون الكروموزومز انسايد السيل نيوكليس الدي ان اي موجود جوه الكروموزوم اللي جوه السيل نيوكليس امال الار ان اي موجود فين الار ان اي ده نسخه بتطبع من الدي ان اي وتخرج بره في السيتوبلازم عشان تعمل البروتين احنا عارفين البروتين مكون من مجموعه من الامينو اسيد وكل ما بنغير ترتيب الامينو اسيد البروتين بيتغير مين بقى اللي بيقول ترتيب الامينو اسيد دول مين اللي بيحدد الترتيب ده؟ هو الـ RNA بياخد نسخة من الـ DNA ويطلع بره في السيتوبلازم عشان يدي أوردر بتكوين البروتين يبقى ده موجود جوه الكروموزوم اللي موجودة جوه الـ cell أما ده الـ RNA transcribed from a nucleic acid اللي هو الـ DNA inside ال nucleus بعدين transfers into cytoplasm بيطلع في السيتوبلازم عشان يدي اوردر بتكوين البروتين اللي شايف انه بيستفيد من القناه وحابب انه يساهم في دعمها واستمرار نجاحها ممكن يدعم القناه عن طريق فودافون كاش على الرقم اللي قدامكم على الشاشه طيب ايه الامبورتنس بتاعت الدي ان اي وايه الامبورتنس بتاعت الار ان اي بالنسبه للدي ان اي ده كاريز الجينيتك انفورميشن ده شايل الجينز الجينات طب الجينات دي مسؤوله عن ايه ترانسفيرد فروم جينيريشن تو انذر ده دي الجينات اللي شايله الصفات من جيل لجيل احنا الصفات بتتنقل من الاباء للابناء عن طريق الجينز يبقى الدي ان اي ده شايل نسخه من الصفات او الجينز اللي بتتنقل من جينيريشن تو انذر الـ genes دي أو الـ information اللي موجودة على الـ genes أو الـ genetic information دي مسؤولة عن appearing the distinctive characters of the living organisms الـ characters بتاعت the living organisms الصفات طويل، تخين، قصير، ودنه كبيرة، مناخيره صغيرة كل الصفات دي بتيجي من الـ organizing the vital activities of the cell بترتب او بتنظم ال Vital Activities او الانشطه الحيويه بتاعت السل ده مين ده اللي بيعمل كل ده؟ ده ال DNA ال DNA بيعمل ايه؟ Transfer الجينيتك انفورميشن فروم جنريشن generation طب الانفورميشن دي ايه اهميتها؟ هي دي المسؤوله عن الأبيرنج اوف ال distinctive characters of اورجانيزمز living organisms كمان responsible for ال organizing all the vital activities of the cells طب ال RNA بيعمل ايه؟ احنا قلنا ان أن RNA ده نسخة من ال DNA بتطلع في السيتوبلازم عشان تدي order بتكوين البروتين يبقى it is used in building the proteins which the cell needs مسؤول عن تكوين البروتين اللي السيل محتاجاه طب البروتين ده بيعمل ايه؟ برضه appearing genetic traits أو الصفات الوراثية، و organizing the vital activities. يبقى ده شايل genetic information، وده بيعمل إيه؟ ده بيعمل building للبروتين which is needed for the cell. بص بقى الموليكولر structure إحنا قلنا ال DNA two strands، آدي واحد وآدي التاني. فاكرين لما قلتلكوا كل واحدة جوانين قدامها واحدة سيتوزين؟ وكل واحدة صايمين قدامها واحدة أدينين هو ده اللي كنت أقصده يبقى الموليكولر ستراكشر بتاع الدي ان مبدئيا عنده تو ستراندز بالنسبه للنيتروجينيوس بيز عنده سيتوزين جوانين ادينين سايمين اما الار ان هو سنجل ستراند برضو عنده سيتوزين جوانين ادينين ولكن مكان السايمين عنده يوراسيل ده الفرق ما بين الدي ان والار ان عندي معلومه هنا آه, للعلم بالشيء يعني معلومه اسرائيه مش مش في المنهج بتاعكم يعني بيقولك لك ان في حاجه اسمها بايو كمبيوتر الساينتست ان نانو تكنولوجي فيلد النانو تكنولوجي اللي اتكلمنا عنها في الكيمستري reached that it is possible to use أسيد deoxyribonucleic acid or DNA in making biochips that can be used to make computer much faster than the current devices that rely on silicon chips. قدروا يوصلوا عن طريق النانو تكنولوجي ان هم يستخدموا إن DNA في ان هم يعملوا بايو تشابس شرائح بيولوجية يقدروا يستخدموها في الكمبيوتر مكان السيليكون تشابس ليه؟ عشان يخلوا الكمبيوتر ماتش فاستر الاجهزة تبقى ماتش فاستر Also, their storage capacity will be million times greater than that of the current devices ده كمان الساعة التخزينية بتاعتها، الكاباسيتي بتاعتها هتكون مليون times greater than الـ current devices هتقدر تخزن معلومات مليون times أكتر من الـ current devices تعالوا بقى نحل السؤال بتاع test yourself بيقول لي choose the correct answer Which of the following contains nitrogen element and the enter in the structure of RNA molecule? داخل في تركيب النيتروجين وموجود في الار ان اليوراسيل دي نيتروجينياس بيز يعني فيها نيتروجين واليوراسيل موجود في الار ان يبقى دي السايمين هي نيتروجينياس بيز صحيح بس مش موجود في الار ان الريبوز ما فيهوش نيتروجين اساسا والدي اوكسي رايبوز ما فيهوش نيتروجين اصلا ومش موجود في الار ان يبقى هي دي الاجابه الصح Which of the following contains nitrogen element and enters in the structure of a DNA molecule? في نيتروجين وموجود في الـ DNA. اليوراسيل هو اليوراسيل في نيتروجين بس مش موجود في الـ DNA. ده موجود في الـ RNA. السايمين آه ده في نيتروجين وموجود في الـ DNA. الريبوز لا هو فيه نيتروجين ولا موجود في الدي ان إيه. الدي اوكسي رايبوز صحيح هو موجود في الدي ان ولكن ما فيهوش نيتروجين يبقى هي دي الاجابه الصحيحه كوتش نمبر 3 بيقول لي وات از ذا موليكولر فورمولا اوف الدي اوكسي رايبوز شوجر الدي اوكسي رايبوز حتى لو ننسيت. انا نسيت انا عارفه ان الشوجر ده الفورمولا بتاعته بيقول لي رايبوز يعني ال ان بخمسه يعني السي 5 H10O5 ده مين ده؟ ده الريبوز انا عايزة ايه؟ انا عايزة الديوكسي ريبوز. يبقى اشيل واحدة اكسجين C5H10O4 هو ده أوكسي فين بقى؟ اهو C5H10O4 number 4 بيقولي how far are these statements DNA consists of nucleotides أيوة صح ال-DNA consists of nucleotides وال-DNA is responsible for transferring a genetic characters from the parents to offspring أو ال-DNA هو المسؤول عن نقل الصفات الوراثية من ال-Parents لل-Offspring الاتنين الجملتين دول صح the first statement is correct and the second statement is wrong لا الاتنين صح the two statements are correct and related اه oh, correct و related ليهم علاقة ببعض the two statements are correct and unrelated لا the two statements are wrong برضه لا يبقى هي دي الإجابة اللي صح بكده نبقى وصلنا لنهاية الدرس التاني لتشابتر 2 درس سهل قوي وصغير قوي قوي وبكده نبقى احنا خلصنا البيولوجيكال ماكرو مولكيولز لو في اي سؤال او استفسار بالنسبة للجزء اللي اتكلمنا فيه تقدروا تتواصلوا معايا على رقم الواتساب اللي موجود في الديسكريبشن بوكس اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي مع حل اسئلة كتاب المعاصر على الدرس الثاني لتشابتر 2 او على النيوكليك اسد اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي